ينضم إلينا من بيروت العميد سعيد القزح الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد سعيد، هل الأجواء الآن في الجنوب اللبناني تسمح لإسرائيل بفكرة الاجتياح لمنطقة الجنوب؟ مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين. إن ما تقوم به قوات العدو الإسرائيلي منذ شهر وحتى الآن بشكل يومي بغارات عنيفة وكثيفة ومحاولات تقدم بوحدات خاصة لتدمير الدفاعات ولتدمير القرى الملاصقة للحدود، كل ذلك يوحي بأنها تخطط للخطوة الثانية وهي الغزو البري أو التقدم البري بواسطة المدرعات والأرسال المدرعة طبقا لعقيدتها القتالية، لأنها هي تتقدم دائما بالهجوم بوحدات مدرعة على محورين أو ثلاثة محاور. كل ما تقوم به الآن هو تحضيرا للمرحلة المقبلة التي ستكون تقدم بواسطة المدرعات. نعم، ولكن الحديث الإسرائيلي يتمحور حول أنه حقق هزائم أو كبد حزب الله الكثير من الخسائر، هل هناك حاجة إلى هذه الأعداد التي يتم حشدها من قبل جيش الاحتلال لاجتياح الجنوب بعد أن تحدث عن هذه الهزائم؟ هو طبيعي، منذ شهرين إلى الآن تكبد حزب الله خسائر كبيرة جداً، بدءا من أمينه العام وصولا إلى قادة المحاور وقادة الوحدات وقادة قادة القطاعات. وضربة كبيرة كانت لقوة الرضوان عندما فجر البيجر فيهم. نعم، لقد تكبد حزب الله خسائر كبيرة جدا، ولكن تبقى لديه قوة دفاعية موجودة في أرض الجنوب تدافع وتقاتل العدو المتوغل، وهو منذ شهر ولحتى الآن لم يستطع التقدم إلا إلى القرى الملاصقة للحدود، أي التي على بعد أقصى 3 كيلومترات لا أكثر ولا أقل، وهذا يعتبر دفاع جيد جدا حضره حزب الله. نعم، خسائر وخسائر حزب الله كبيرة جدا، ولكن لغاية الآن لم يعلن الاستسلام ولم يعلن أنه أصبح خارج المعركة، ولذلك متوقع أن يقوم العدو بزيادة القصف وزيادة الضغط العسكري ومحاولات بوحدات خاصة للتقدم وتدمير القرى، في محاولة لإيجاد أي ثغرة يستطيع منها التقدم بأرتاله ومدرعاته ولتطويق المنطقة تحقيق المنطقة العازلة التي يصبو إليها. شكرا العميد سعيد القزح الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت.